اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله، ومكملين معاكم في الفقره الحواريه الثانيه. لكن قبل ما اقدم لحضراتكم نجمنا اللي موجود معانا مشرفنا منورنا، حابب اعلق تعليق بسيط على موضوع كلنا شفناه على السوشيال ميديا بدايه من امبارح وحتى النهارده، كان منتشر بشكل كبير ومنتشر بشكل غريب. طبعا كلنا شفنا صوره مجدي قفشه لاعب نادي بيراميدز، و بيتم الإعلان عن انتقاله إلى النادي الأهلي. حابب أوضح بعض النقاط علشان خاطر الوقت ده حساس جدا، والوقت ده مهم جدا إن احنا لازم نركز في مباراة بكرة، لازم نركز في مباراة المقاولين والزمالك، الاثنين يعني جزء لا يتجزأه، وبالتالي يعني صورة في الوقت ده أكيد هي غرض معين، أو الغرض هو غرض وكيل اللاعب أو السمسار الخاص باللاعب. مش بتكلم على واحد بعينه أو بتكلم على واحد باسمه، أنا بتكلم في وكلاء اللاعبين بشكل عام، إن كل واحد عايز يسوق لنفسه، وبالتالي انتشار صورة في الوقت ده بالشكل ده أعتقد واضح جدا الهدف منها، وهو انتشار البلبلة في معسكر النادي الأهلي وبين الأهلوية بينهم من بعض قبل مباراة مهمة وحاسمة للقب بطولة الدوري العام. وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين كل المؤشرات في الصورة بتقول إنها صورة قديمة. أولا عمر النادي الأهلي على مدار تاريخه ما تم تسريب صورة أو الإعلان عنها قبل ما اللاعب يتعاقد مع النادي الأهلي، والنادي الأهلي هو اللي بيعلن عنها سواء على موقع رسمي أو سواء في قناة النادي الأهلي. وبالتالي الصورة واضح أن هي بملابس شتوية، مفيش حد من لجنة التعاقدات موجود، أمير توفيق مش موجود في الصورة، فقط اللي موجود في الصورة الحاج محمد يوسف. الحاج محمد يوسف هو رئيس اللجان العليا للنادي الأهلي، وهو أحد المشجعين طبعا والمحبين للنادي، واحد من الأعضاء داخل النادي الأهلي. وبالتالي موضوع مجدي قفشة موضوع عالي تماما من الصحة، من خلال قناة الأهلي بنقول لحضراتكم عليه إن مفيش أي حاجة حصلت. لما يتم الإعلان عنه إن شاء الله هنعرف من خلال قناة الأهلي، وهنعرف من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي، وهنعرف عن طريق لجنة التعاقدات. لكن ارجعوا لورا بالتاريخ كده وشوفوا، هل النادي الأهلي مع أي اسم كبير أو حتى صغير هل تم الإعلان عنه قبل ما الأهلي يعلن؟ هل تم تسريب صورة؟ هل تم تسريب أي نوع أو خبر حتى؟ أعتقد أن الكلام ده عاري تماما من الصحة، لازم كنت أتكلم وأوضح لحضراتكم علشان عندنا مباراة مهمة لازم كلنا نركز. مفيش أي حاجة هتحصل غير لما نخلص الماتشين على خير، ماتش المقاولين والزمالك. هعيد تاني وأكرر وأقول من امبارح، ماتشين ليهم علاقة ببعض، ماتش المقاولين ماتش الزمالك، ماتشين مهمين جدا جدا جدا. ماتش المقاولين إذا كان مهم بالنسبة للقب بطولة الدوري، فماتش الزمالك مهم أيضا علشان القمة الخاصة بين الأهلي والزمالك. جمهور الأهلي محتاج أن هو يفرح، محتاج أن هو يفرح إن شاء الله بفوزه بلقب بطولة الدوري، وأيضا بفوزه على نادي الزمالك المنافس المحترم، المنافس اللي مكمل معاه في بطولة الدوري لحد آخر نفس. وبالتالي إن شاء الله نتمنى التوفيق للعيبة النادي الأهلي، وكل التوفيق للطرفين المقاولون والأهلي. اثنين مدربين على أعلى مستوى، اثنين مدربين محترمين، اثنين مدربين هيلعبوا للفوز الأفضل والأحسن، هو ده اللي هيفوز. علشان كده طبعا يعني الفقرة اللي موجودة معايا واحد من أساطير نادي المقاولون العرب، واحد من النجوم اللي تألقوا وحصدوا بطولات كثيرة وعديدة في مجال كرة القدم، وأحد العمالقة في خط الدفاع، وهو الكابتن جمال سالم. كابتن جمال برحب بحضرتك. أهلا بك يا عمر، منور يا كابتن. أنت كمان عامل إيه؟ الحمد لله، أنا سعيد المرة ربنا يخليك حبيبي، ربنا يخليك كابتن. أنا دايما حظي حلو إن أنا ببقى موجود مع حضرتك دايما. كابتن جمال يعني معلش يعني المقدمة، كنت لازم أتكلم لا مع الجمهور. لا خبر جميل لازم الناس تعرف، يعني النادي حضرتك الأهلي عارف يعني كابتن جمال، يعني خبر لازم يكون برضو النادي الأهلي يعني ما بيعملش حاجة إلا على 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 ثقة مليون في المية. تمام يعني كابتن أنا جمال. أنا كنت جاي ممكن قبل الهوا أنا قلت لك يا عمر بره في موضوع في قناة العصر اتكلم عن الموضوع ده فوق التلت ساعة. أنا بكلمك بالأمانة، وقعدت أسمع يعني انا قعدت اسمع على الهوا قناه من قنوات التلفزيون، اتفرجت عليه ربع ساعه بيتكلموا على الخبر كمان، على الخبر بتاع مجدي قفشه. لا احنا كابتن زي ما حضرتك عارف ان هنا حتى كان معاه في الخبر كريم زكري. تمام. لا احنا كابتن هنا قناه النادي الاهلي الرسميه، وبالتالي اي خبر بيكون عندنا بيكون موثوق 100%، ومش هينفع او مش بنطلع نقول حاجات مش حقيقيه او ما حصلتش، لما بيتم ان شاء الله بيتم الابلاغ او بيتم ابلاغنا بيها وبنقولها. لكن كابتن جمال بس انت برضو اتفضلت في حاجه جميله يا عمر، معلش عفوا يعني لا كابتن، انك كابتن قلت حاجه جميله ان برضو ده مش وقت، مش ده وقته ان انا اسوق لعيب. صح، اسوق لعيب امتى؟ بعد يوم 28
تبتدي تشتغل انت براحتك كوكيل كسمسار زي ما انت عايز، انما ده في الوقت الراهن ده زي ما انت حضرتك اتفضلت قلت ان ده مش وقته خلاص، يعني ده مش الوقت يعني كده. وقناة النادي الاهلي اول ما هتمسك الخبر بايديها انتوا اول ناس هتذيعوا، صح، مش قناة تانية. صح. يعني انتوا اول ناس هتكونوا انتوا اللي بتذيعوا الخبر، صح، مش قناة تانية. صح صح يا كابتن. كابتن جمال، طبعا مباراة مهمة بكرة ان شاء الله ما بين اسمين كبار جدا في عالم الكرة المصرية، الاهلي والمقاولون العرب او المقاولون العرب والاهلي، وبالتالي مباراة تكون في ملعب برج العرب ان شاء الله الساعة 8، وفي نفس التوقيت مباراة نادي الزمالك والإسماعيلي إن شاء الله. كابتن جمال، في البداية لازم أرجع معاك بالتاريخ لورا وأسألك عن ذكرياتك ومباريات الأهلي والمقاولون العرب، كانت عاملة إزاي بالنسبة لكابتن جمال؟ الذكريات وأهم اللقاءات والنجوم اللي لعب ضدها، مين أكتر لاعب تعبه، مين أكتر مباراة هو فاكرها مش قادر ينساها، مباراة اللي تألقت فيها وأبدعت فيها، كلمني شوية عن التاريخ بقى. والله يا كابتن أنا هقول لك على حاجة برضه عمر عشان تبقى عارف، إحنا لعبنا يعني أنا لعبت صغير طبعا في المقاول العرب، طبعا يعني كابتن عمنا من الحاج بصراحه يعني من الناس يعني، والكابتن عبد صالح اللي لها فضل على جمال سالم، طبعا كان فؤاد صدقي كابتن عمنا من الحاج الكابتن عبد صالح، طبعا من الناس اللي لها فضل علينا كلنا، انا ورضوان ونبيل ابراهيم ومحسن هاشم ونبيل عمار برضو، دي من نجوم يا كابتن. اه يعني احنا كنا صغيرين كلنا، ونبيل ابراهيم كنا، فدي الفتره اللي احنا كنا بنستنى برضو يا عمر ماتشات الاهلي والزمالك مش زي الوقت، كل الماتشات بتتذاع في التلفزيون، الدرجه الثانيه كانت بتتذاع في التلفزيون، يعني الدنيا الوقت اتغيرت، فكان كل لعيب فينا كان بيستنى ماتشات الاهلي والزمالك. فبرضو يعني الواحد سعيد جدا ان عاصر جيل كويس، عاصر ناس كويسه، يعني لحقت ناس كتير كويسه، يعني مش عارف اقول لك مين من النجوم مثلا ان انا اقول لك ده كويس ولا لا، كله كان كويس، يعني عاشرنا نجوم كتير في النادي الاهلي، نجوم ما فيش. يا كابتن جمال، مباراه حضرتك كنت فاكرها كانت دايما بالنسبه للكابتن جمال سالم مش قادر ينساها، مباراه اهلي والمقاولين، مباراه انا عارف ان حضرتك لعبت كتير وحضرتك لعبت ضد ما لعبش كتير قوي 220 ماتش بس يا كابتن، ده حاجه بسيطه خالص. انا بتكلم كمان ضد الاهلي، ضد الاهلي لعبت كل الماتشات. هل في مباراه معينه للمقاولين يعني حضرتك كان ادائك فيها طب مميز؟ ادائك انا عارف ان حضرتك لعبت ضد بقى يعني كابتن فتاحي، طبعا الفتاحي كلهم يعني حبيبك طبعا، كابتن شريف عبد المنعم، ولعبت ضد اساطير من اساطير مختار وعامر وناس كتير يعني، وكاب صفت الله يرحمه. طب يا كابتن، الاجواء يا كابتن ما بين مباريات زمان ودلوقتي، هل اللعب بالليل واللعب بالنهار؟ أيوة. هل انا عايز اتكلم معاك بشكل فني. الله ينور عليك. الله ينور عليك. بالنسبه لزمان كان في اضواء عندنا، صح، في النادي، صح، وفي اضواء في استاد القاهره، بس برضو زمان يا كابتن كانت الشمس برضو مش زي الوقت. كمان توقيت المباراه، ايوه، والشمس زمان في الثمانينات ما كانتش زي الوقت، الشمس زمان كانت جميله، دلوقتي بقت سخنه. يعني الجو كان من الاول غير، يعني كنا بنلعب الساعه 3. طب يا كابتن، كنتوا بتستعدوا ازاي؟ كنتوا بتناموا امتى؟ والماتش الساعه 3 بدري وانتوا لازم تصحوا الساعه 10 من النوم عشان تتغدوا، عشان تستعدوا للماتش. احنا زمان غير دلوقتي، يعني في الثمانينات احنا او في الفتره اللي يعني عاصرنا فيها مدربينا الاوفياء رحم الله اللي مات وطول عمر اللي عايش، كنا محترفين داخليين، تمام، يعني كنا ناس بنلعب او كنا لعيبه محترفه بس احتراف داخلي. ف يعني مثلا النادي الاهلي بيتجمعوا كلهم من الساعه 10 الصبح في النادي، تمام، ابتدى كابتن عبده صالح وكابتن عبد المنعم وكابتن فؤاد والناس دي تزرعها فينا يا عمر، فابتدينا نبقى في النادي من 10 الصبح نمشي الساعه 8 الساعه 7، فبالتالي كان ده الاحتراف الداخلي بتاعنا، اكلين شاربين نايمين مريحين متمرنين مع بعض، فدي كانت برضو ليها يعني عامل كبير يا عمر. صح كده. بالنسبه للماتشات ابتدينا ننام قبل الماتش في الفنادق، ابتدينا ننام يعني نبيت، نعرف ازاي نبات ان احنا عندنا ماتش بكره وهنلعب الساعه 3، كان في التزام، كان في حب قبل كل دوت، ما كانش فيه موبايلات دلوقتي يا كابتن، ما فيش الكلام دوت، التكنولوجيا بقت بتغزو عالم كره يعني القدم، بتغزو اللعيبه المصريه. كابتن عبد المنعم الحاج مثلا كان يجي مثلا يقول النوم الساعه 8، بعد العشاء الساعه مثلا نتعشينا الساعه 9 ننام، 9:30 ما تلاقيش واحد يا عمر تحت ولا واحد بره في الطرقه ولا الكلام ده، 9:09 كله نايم، 10 كله نايم، حتى لو انت في اوضتك وقاعد بس ما فيش اي حاجه بتشغلك غير ممكن تتفرج على القناه الاولى والثانيه وخلاص وبتنام. والله العظيم بكلمك بالامانه، الساعه 11 التلفزيون بيخلص، فبالتالي ما عندكش اي حاجه هتعملها غير انك تنام، كلت
ريحت ريحت هتنام. فبتيجي تاني يوم الماتش انت فريش فايق. فما اعرفش انا برضو الجيل بتاع دلوقتي ده بيعمل ايه يعني، او شغال ازاي، او التليفونات دي بتتلم قبل المعسكر ولا لا. لا بس كابتن بيكون في التزام، التزام صراحة يعني رايح كان موجود مع الاهلي في اسبانيا بيكون في ميعاد للنوم، بيكون في ميعاد للصحيان، كله ماشي، كل دي امور جميله. فبس الاول غير احنا طبعًا. غير طبعا. فمواعيد الساعه 3 دي برضو كانت مواعيد جميله برضو يا عمر. بص كابتن جمال عبدين وحضرتك شغال، وحضرتك احنا شغالين في الكلام على الماتشات زمان، ده بنتكلم على تاريخ اللقاء، لقاء الفريقين الكبار الاهلي والمقاولين العرب، اتنين من اكبر الانديه اللي موجودين. ما احنا عايزين نعرف ده ماتش ايه، افريقيا ولا دوري؟ حضرتك دلوقتي هتكتشف حالا دلوقتي. لا ده شكله افريقيا كابتن، عشان في السلام الجمهوري. افريقيا يا كابتن. ده افريقيا. عشان في السلام الجمهوري، ده افريقيا 84. الاهلي والمقاولون العرب. الاهلي والمقاولين 1-1 و0-0. 1-1 و0-0. 1-1 و0-0. طب 1-1 كان فين؟ كان على ملعب مين؟ نعم. ما هو 1-1 على ملعب مين؟ مين اللي صعد؟ ما احنا الاهلي ماتشنا احنا جاب فينا جول. حلو بس ماتش النادي الاهلي 0-0. ما انا ده اللي بتكلم فيه عشان انا يعني بس علشان اوضح لصدر المشاهدين. بس ده الماتش دوت، الماتش دوت يا عمر ده ماتش في، ده ماتش في الدوري مش افريقيا. مش افريقيا. لا ده ممكن يكون ماتش الكاس ده تقريبا. بص يا كابتن هو ماتش من الماتشات الاهلي والمقاولين. ايوه ده ماتش كاس، كاس مصر. ده ماتش كاس. ده ماتش الكاس بتاع مصر. اخر كلام يا كابتن مش هغير تاني. لا لا هو مش هغير تاني يا كابتن جمال. لا ده ماتش الكاس بتاع ماتش كاس مصر دوت. طب يا كابتن جمال يعني زي ما عليك شايف الجمهور ووجود الجمهور وحب المشجعين لفرقهم كان فيه. ده جولنا تقريبا. او في عبوده. بص يا كابتن عبوده الله يشفيه يا كابتن، ربنا يشفيه يعني، ده من اللي بصراحه يا كابتن جول حلو. ده الكاس يا كابتن، ده ماتش، ده ماتش مين يا كابتن رقم 3 ده يا كابتن؟ ده ابو عمر. او ده عباس، عباس اتعادل. طب فين حضرتك يا كابتن جمال دلوقتي؟ انا مش شايف حضرتك، عشان انا مش شايف حضرتك عشان خاطر انا مش عارف حضرتك اني واحد. ما انا هتلاقيني اطول واحد، اطول واحد. فالمهم يا كابتن، فالماتش ده عباس جاب جول وتعادلنا 1-1 ولعبنا ضربات الجزاء. الاهلي كسب طبعا. الاسمران الصغير ده كابتن قول له عشان الناس تبقى عارفه برضو، اهو اللي قطع الكوره ده قول له كابتن. لا كابتن جمال كده ظهر خلاص فعلا اطول واحد موجود في خط الدفاع. بسم الله ما شاء الله. فبالتالي لعبنا ضربات الجزاء يا كابتن، والنادي الاهلي كسب المباراه، بضربات الجزاء. كابتن جمال احنا ملاحظين ان يعني كل فريق ليه جمهوره، المقاولين ليها جمهور حتى لو جمهور قليل، الاهلي ليه جمهوره. يعني هل حضرتك شايف ان وجود المدرجات او وجود الجماهير في المدرجات مش بس كشكل، لا لكل فريق يكون ليه جمهور خاص بيه يشجعه، هل دي بتفرق مع الفريق واللعيبه؟ أيوة. والروح النفسيه اللي موجوده؟ ايوه سؤالك جميل، سؤالك جميل جدا. احنا لعبنا افريقيا. احنا المقاول عرب صح، محدش يعرف مين المقاول عرب. تمام. انما الاهلي والزمالك المصري الاتحاد الاسماعيلي اسكندريه كل دي انديه جماهيريه. تمام. احنا جمهور مصر اللي ادانا الثلاث بطولات يا عمر، لازم الناس تبقى عارفه كده. وانا ببصم بالعشره، جمهور مصر الوفي اللي ادى المقاول عرب الثلاث بطولات بتوع افريقيا بتوعنا. احنا لولا الجمهور دوت ومؤازرته لينا احنا كنا بنروح نلعب في وسط 100,000 80,000 في الاستاد في بطولات افريقيا. ماتشاتنا عندنا كان جمهور مصر دوت ملوش دعوه على الزمالك ولا باهلي يا عمر، كله جاي ورا المقاولين العرب. كله جاي يعني سؤال جميل. فبالتالي الجمهور عامل يعني ده مش بيقولوا الجمهور ده رقم 12، لا ده الجمهور ده في الماتشات رقم واحد. صح كده. انا بكلمك بالامانه النهارده يا كابتن عمر، لازم يتعمل قانون ان عوده الجماهير دي ضروريه. الناس بتضحك علينا اقسم بالله العظيم، ثلاثه من درجاتنا فاضي. بس كابتن امم افريقيا احنا كنا المنظر كان مشرف والمنظر ده منتخب. انت ده منتخب. انت ده منتخب على عيني وراسي. ماتشات الاهلي والزمالك افريقيا برضو دي ماتشات اهلي وماتشات افريقيه. كل ده على عيني وراسي. احنا عايزين بس جمهور مصر العظيم اهي ضربات الجزاء. شوطه كابتن انا جبت جول. ما لسه بص خدت السؤال ازاي من على لساني. انا جبت جول. انا جبت جول انا وناصر تقريبا، انا وناصر محمد علي، وعلي ضيع وسعيد الشيشيني ضيع وادهم ضيع وجبت عارف انا ومين اللي جاب معايا، انا وناصر، انا وناصر محمد علي اهو. خلص الماتش خلاص، خلص المباراه. ادهم ضيع اخر واحده، ده الكابتن ثابت بطل الله يرحمه واحد من حتى يعني اول كورتين ضاعوا يا عمر. ومن المواقف ده ماتش الاهلي وكوتوكو. ده الاهلي خد بيه افريقيا. طيب كابتن جمال تعالى نرجع بقى للمقاولين والاهلي ومباراه بكره.
بنتكلم على مدير فني محترم اسمه كابتن عماد النحاس. أيوة. بنتكلم في يعني جهاز اداري مجلس اداره على اعلى مستوى بيوفر كل الامكانيات لنادي المقاولين العرب في نفس يعني نفس المباراه النادي الاهلي مجلس اداره وجهاز اداري وفني على اعلى مستوى، بالتالي المباراه هيكون فيها تنافس شريف تنافس محترم والافضل هو اللي هيفوز. أكيد. ودي كره قدم بغض النظر عن موقف الفريقين، الاهلي ان شاء الله يكسب ياخد البطوله، المقاولين يكسب تبقى المرة الثانية في موسم واحد الكابتن عماد النحاس يفوز على الأهلي مرتين. مزبوط. وبالتالي كل واحد عنده دوافع. طبعا كابتن جمال سالم نجم المقاولين العرب شايف ازاي المباراة بكرة فنيا من الفريقين؟ بص يا عمر، بكرة الأهلي لا يحسم الدوري يا المقاولين يأجل الدوري. تمام. هي يعني بكرة الأهلي لا يحسم بطولة الدوري يا المقاول العرب يأجل بطولة الدوري. تمام. وده اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا ان لسه الدوري في الملعب. في الملعب، ما هو الناس مفكره ان الزمالك اتعادل مع الجونه خلاص الاهلي خد الدوري على عيني وراسي. صح. الاهلي خد الدوري. لا لسه كابتن، ما انا بقول لك على عيني وراسي لسه. بس لسه في 90 دقيقه بكره، وال90 دقيقه بكره دول لا يحسموا الدوري يا ياجلوا الدوري. صح. في حاله فوز الزمالك على الاسماعيلي. تمام. معنى عشان برضو نربط دي بدي. تمام. الاهلي لا يحسم الدوري يا المقاولين ياجل بطوله الدوري في حاله فوز الزمالك على الاسماعيلي. تمام يا كابتن. بالنسبه للماتشين دول، الماتش بتاع الاهلي والمقاولين يا كابتن عمر عشان برضو تبقى في الصوره، احنا اتعلمنا ويمكن شربنا حاجات كتير من الناس اللي اشتغلت او اللي احنا اشتغلنا معاها. بدايه من المعلم الكبير عثمان بيه. تمام. حسين بيه، صلاح بيه، ابراهيم بيه محلب، مش عايز انسى حد، الباشمهندس محسن صلاح. كل الناس دي رسخت فينا المبادئ يا كابتن. تمام. والقيم والاحترام وحب النادي، الناس دي زرعت فينا الحاجات دي، ان احنا ازاي بنعرف نحب نادي المقاول العرب. الشارع الرياضي كله دلوقتي بيقول لك الاهلي خد الدوري والمقاولين وعماد النحاس. لا يا كابتن، كل مدرب دلوقتي مش زي الاول، كل مدرب دلوقتي بيبني اسمه مش بيبني نفسه، لا بيبني اسمه. النهارده يا كابتن عماد النحاس بكره طمعان في المكسب. طبعا ده شيء طبيعي. طبيعي جدا. شيء طبيعي. اي مدرب يا كابتن. صح. حتى لو انا جمال سالم ومدرب المقاول العرب وهلاعب بكره المقاول العرب في نهائي عايز اكسب، لان ده اسمي. سيبك من العواطف وسيبك من الكلام وسيبك من كل الناس اللي بتتكلم بره، ده يا كابتن النادي الاهلي بكره يا كابتن هيلعب مع فرقه محترمه. طبعا. فرقه بتعرف ازاي يا كابتن. سلام عليك كابتن جمال. فرقه محترمه يا كابتن. صح. بقياده مدير فني رائع. مدير فني يا كابتن بيعرف ازاي يعني يقرا الجيم، يعرف ازاي يعني بيخلي اللعيبه تلعب زي ما هو عاوز. يعني عماد النحاس كابتن في الفتره الاخيره دي مع حفظ الالقاب، يعني عماد اخ وصديق. طبعا. وحبيب، شخصيه محترمه جدا. فبالتالي يا كابتن بكره الماتش يا كابتن يعني زي نهائي الكاس. المقاول عرب عايز يثبت ذاته ان انا لسه في يعني ماسك المركز الخامس بتاعي وبنهي الدوري، مين راح مني، مين جه عندي، مين سابني ومشي، مش فارقه معانا كمقاولين عرب. النقطه دي يا كابتن جمال، هل انتقال احمد علي لنادي بيراميدز هل ممكن يؤثر فنيا على طريقه الكابتن عماد النحاس، ولا الكابتن عماد بخبرته الكبيره في التدريب وكلاعب كره قدم هل حضرتك شايف ان هو كان عنده البديل او مجهز البديل علشان يبقى موجود مكان احمد علي من البدايه؟ طيب انت سالتني سؤال. انا كمان هسالك سؤال. اديني سؤال. طيب هل لما طاهر محمد طاهر اللي كان السوبر بتاعنا في راس الحربه وهو الكي بتاعنا في الملعب، مفتاح اللعب بتاعنا في الملعب قدامه في النص وفي كل حاجه، لما اتعور هل المقاول العرب وقف؟ لا طبعا. هل المقاول العرب، هل العمده ما جهزش؟ لا ما عملش طبعا تاني البديل. بس انا بتكلم على هداف الدوري ماشي، ما اختلفناش. فاحمد علي برضو، بس انا برضو عايز اعرف هل احمد علي حق له يلعب بكره ولا انتقل خلاص؟ ما هو هنا برضو. طيب بص يا كابتن جمال، عايزين نعرف برضو. احنا هنتكلم كلاعيبه كوره. لما اللاعب يجي له عرض في الموسم الغريب اللي احنا عايشين فيه ده، موسم غريب جدا، ويمضي وتلاقي الصور انتشرت والدنيا بقت غريبه كده، انت هداك مش هتلاقي عنده الدافع انه هو يلعب. ايوه. فالمدير الفني ممكن يقول لك انا لا، انا استبعده احسن. وممكن يكون هو برضه، وممكن في حاجه. صح. كمان كلامك صح. ممكن يكون بيلعب بحرص. ممكن بيلعب بحرص لا يتعور. صح. صح. يقول لك انا ضاع عليا الموسم بتاع اللي جاي. فبالتالي برضه يا كابتن في بديل، وعمر المقاولين العرب ما وقفت على لعيب يا كابتن عمر. عمر المقاول العرب من ساعه ما اتعمل نادي المقاول العرب من سنه 76
لحد وقتنا هذا ما وقف على لعيب. احنا في عز مجدنا كان حمدي نوح ده المرايه بتاعتنا، بس الانكل بتاعه وجعه او رجله ورمت او جاله شد، كنا بنفعل وبنتعب، بس بيبقى فيه البديل. نبيل موجود، علاء نبيل موجود، ريشه موجود، عبوده موجود، فكانت برضه المقوله ما بتقفش. فبالتالي انا بس حبيت اقول لك ان طاهر، محمد طاهر لما اتعور المقوله ما تعطلش، كسبنا، قعدنا نكسب نكسب نكسب. صحيح طاهر موجود ووجوده ضروري، بس مش موجود، بس هل موجود، هل العمده ما جاهز؟ لا العمده جاهز. بس انا هل احمد علي من حقه يلعب بكره؟ لا خلاص، هو انتقل لبيراميدز. خلاص انتقل بس لبيراميدز. ده اللي انا كنت عايز افهمه قبل ما اخش الحلقه. لا انتقل لبيراميدز خلاص، ويعني احمد علي لاعب في بيراميدز حاليا، وبالتالي مش موجود اصلا في مباراه بكره خالص. بس خلاص لكن حتى كابتن لو كان موجود، وحتى لو تعاقد، ومن حقه ان هو تعاقد بما انه عقده خلص تقريبا، فهو كان نفسيا ما كانش هيكون مستعد للمباراه اللي هيلعب مع المقاولين. بس برضه يا كابتن يعني احمد علي مبروك عليه وحقه انه يروح وكده، بس برضو احمد علي كابتن برضو كنت بتمنى ان قبل ما هو تم بيعه من المقاولين لبيراميدز. يعني لسه الاستاذ محمد بيقول لي ان بيراميدز خلاص، ان بيراميدز اشتراه من المقاولين، يعني على علمي من نادي المقاولين العرب. اوكي خلاص مفيش مشكله. يبقى كده مشي باسلوب لائق، باسلوب يعني مشرف. انما انا عقدي خلص واروح رايح على عمر على طول واقول لك انا جاي وكده، لا، الواحد بيخش بيت لازم يخرج منه برضو زي ما دخله، بالحب والاحترام، بيخرج منه بالحب والاحترام. واحمد علي لعيب كبير، واحمد علي ناضج يا كابتن. احمد علي انا قربت منه في الفتره اللي انا رجعت فيها من الامارات واشتغلت في النادي، قربت من ابو حميد. انسان ناضج، انسان جميل، انسان خلوق، انسان يا كابتن يعني مش عارف يعني ما اوصف لك، يعني ما شاء الله عليه. بس ما تفوتوش حاجه زي ما انت اتفضلت وقلت ان تم بيعه عن طريق المقاولين العرب. طيب كابتن جمال، المباراه بكره هتشايفها عامله ازاي من ناحيه الحماس، من ناحيه الروح؟ هل المباراه هتكون في البدايه ضغط للنادي الاهلي والمقاولين العرب ممكن يبدا زون ديفنس، ولا المقاولين ممكن يلعب جيم مفتوح مع النادي الاهلي بما انها اخر مباراه للمقاولين؟ فكابتن عماد يحب بقى ان هي تلعب، ان هي تكون مفتوحه، يكون فيها بعض الهجمات للفريقين، ولا المقاولين ممكن يقفل يلعب زون ديفنس زي ما انا قلت من اول المباراه؟ شايف المباراه فنيا هتبقى عامله ازاي من وجهه نظرك وخبرتك؟ المباراه بكره فنيا عمر، بص يا حبيبي، لازم النادي الاهلي بكره هيلعب على دافع واحد. ايه هو؟ ان ياخد الدوري. هو ده اللي النادي الاهلي نازل عشانه بكره، ان النادي الاهلي هيلعب انه ياخد الدوري. كلام جميل. المقاولين العرب، عماد النحاس كابتن، اللي نهى بيه هيلعب بيه، مش من لعيبه، لا، اللي نهى بيه كبدني كفني تكتيكي خططي هو مش هيتغير. وعماد عمره ما لعب كابتن زون ديفنس. انا بكلمك بالامانه طبعا. انا رحت واتفرجت وشفت يا كابتن كذا ماتش اللي عماد كسبهم، الست سبع ماتشات اللي ورا بعض دول انا كنت متواجد على طول. عمري ما اقول عربي يا كابتن ما لعب زون ديفنس. ما اقول بكره هيلعب يعني كوره مفتوحه. ما ليه؟ جيم مفتوح كابتن، طول ما عندكش ضغوط هتلعب وتتبسط. ان بكره لعبت المقاول عرب هتنزل تلعب تتبسط، صدقني هيلعبوا مبسوطين. النادي الاهلي ممكن يعني ما عندوش ضغط، يعني النادي اللي مقاولين ما عندناش احنا بكره ضغط، مش مضغوطين، بس برضو يا كابتن هيلعب على مبدا ما كسبتش مش هخسر. ده مبدا عماد النحاس يا كابتن، مبدا ما شاء الله عليه. قال لك انا بلعب ان ما كسبتش ما بخسرش. انا رايح العب النهارده عند عمر، معايا البونت بتاعي برجع بيه، ما جبتوش اجيب التلاته. بس انما هو بيلعب بمبدا جميل جدا. الاهلي بكره فنيا ممكن يا كابتن برضو حته يا كابتن الضغوط. ما انت في فرق بين تلعب وانت مضغوط، وفي فرق وانت بتلعب وانت ما عندكش اي ضغوط يا كابتن. فبالتالي الاهلي بكره يعني لو استعجل الفوز يا كابتن علينا بكره مش هيعمل حاجه، صدقني وانا بكلمك على الهوا اهو. الاهلي بكره لو استعجل الفوز يعني اي كره هتجيله عايز يجيب جون وعايز كده، لا يا كابتن، الاهلي هيلعب بكره مع فريق محترم، مع فريق منظم، مع فريق عنده كوره. لعيبه المقاولة العرب يا كابتن الموجوده حاليا خلاص ثبتت نفسها وعملت لنفسها شخصيه، عملت نفسها هويه جوه الملعب. يعني لعيبه المقاولين ما شاء الله يا كابتن دلوقتي ليهم هويه جوه الملعب. عندنا استراتيجيه بنلعب بيها. يعني ما عندناش مثلا حته الهرجله، حته العشوائيات، لا خلاص، المقاولين العرب دلوقتي حاليا بتلعب كوره. في كوره يا كابتن، في جمل، في تكتيك، في خطه، في كل حاجه، فاللعيبه عارفه هي بتعمل ايه. فالنادي الاهلي بكره يا كابتن الجيم هيبقى مفتوح. زون ديفنس عند عماد النحاس مفيش، صدقني، الا اذا
لعب ان اول 15 دقيقه في الفرقتين ان انا ابقى حريص وكل فرقه هتلعب اول ربع ساعه بحرص سواء الاهلي او المقاولين. مش المقاولين بس يا كابتن، لا الاهلي برضه هيلعب. ما ممكن يا كابتن اول 15 دقيقه ممكن المقاولين يخطف جول. هقول لك واقعه بسيطه يا كابتن، بنلعب في سنه من السنين واحنا بنسنتر وانا واقف ورا على 18 بقرا الفاتحه، جبنا جول وانا بقرا لسه الفاتحه وبقول ولا الضالين، جبنا جول. ايه تاني اقول لك؟ شوف بقى دي، وكان الملعب فيه 100,000 100,000 سنترنا على عبد حفيظ، هوب ناصر جول. اول 70 ثانيه ما كملناش 40 ثانيه، سوري 40 ثانيه، ناصر محمد على الله يرحمه جاب جول. قلت هنفضل ندافع، احنا كان الماتش باتنين بونت، قلت هنفضل ندافع. انا بقى بكلم نفسي انا قلت ايه، هنلعب لحد ما ربنا يكرمنا ونطلع الشوط الاولاني 0-0، ادينا معانا نقطه، وندافع الشوط الثاني ونتعب شويه ونحافظ على البونت. بقى معاك بونتين، فشوف بقى اللي انت الايه اتقلبت. يعني النادي الاهلي اول 40 ثانيه جبنا جول، الدقيقه 90 جه علينا بينالتي. صح، الدقيقة 90 جه علينا بينالتي، مجدي عبد الغني جابها جول. طب قول لي بقى كابتن، انت يعني كنت راجل بتلعب في خط الدفاع وراجل نجم كده، وقلت لي قبل كده ان الكابتن شريف عبد المنعم هو من اكثر الفراوده اللي تعبوك. ما فيش، بص، لكن 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 انا فاكر برضو حضرتك قلت لي لكن الكابتن خطيب كان حاجه مختلفه خالص عن بقيه اللعيبه اللي موجوده في الملعب. البيبو ما يتعبكش، البيبو جميل لعيب، البيبو جميل زي حسن شحاته، البيبو حسن اتنين لعيبه جمال. البيبو الكوره تجيله ياخدها على صدره ينقلها يعملها يوديك للجول، ما بي بس المربع بتاعه القوس، البيبو القوس بس. تعالى بقى الناحيه الثانيه، عباس بقى تجري وراه بقى وتفضل تعافر وراه، شريف عبد المنعم تعافر وراه، مصطفى عبد. طب انت يا كابتن راجل، انا عارف انك راجل لعيب كوره شراب وراجل حريف، ودي حاجه نادره لما تكون، لما تكون مدافع وحريف في نفس الوقت، لكن ايه اللي يتعب الكابتن جمال اكتر، هل لاعب كره القدم ولا لاعب الهجام؟ الهجام يتعبك؟ ها جدا. تقول بقى انا مش طالبه بقى جري دلوقتي؟ لا لا بقول لك عايزين نلعب. يعني انت سالتني في الحلقه اللي فاتت، انا ما كناش ما كنتش اعرف يعني انا هتقول لي ايه، صح. فقلت لي مين اللعيب اللي هو مثلا تعب الكابتن جمال او تعب خط الظهر؟ شريف عبد المنعم تعب كل ديفنس مصر. انا بكلمك بالامانه يعني، انا ما لعبتش قدام حسام ابراهيم، ما لعبش قدام حسام ابراهيم، ما لحقوش الجيل بتاعنا. اللي كمان تعبنا جدا 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 محمد عباس، بالامانه دي امانه، واحد من نجوم خط الهجوم في الكره المصريه. طبعا عباس تعبنا كتير وتعب ديفنس مصر كله اللي على مستوى مصر كلها، وشريف عبد المنعم، مصطفى عبده يا كابتن ربنا يديله الصحه، من الناس يا كابتن كمان مجري كابتن. بص الفتره دي لازم الناس تعرف حاجه جميله قوي يا عمر، كل نادي في الوقت ده كان فيه 20 نجم، دي امانه لازم تتقال. كل نادي في الوقت ده كان فيه 20 نجم، 25 نجم بيلعبوا. النهارده في كل نادي 2-3 نجوم، واحد بالكتير، 2 بالكتير، انما زمان في الثمانينات مش اقل من 20 نجم بيلعبوا، 11 و9 بره نجوم في كل نادي. فبالتالي يا كابتن كانت في فرق كتير وفي لعيبه كنت بتستمتع بيها وانت بتلعب، تستمتع بيها وانت بتتفرج، وتستمتع بيها وانت بتشوف الجمهور بيشجعها. كل دي امور يا كابتن لازم بكره تتلخص في ماتش الاهلي والمقاولين. كابتن جمال شايف ان المقاولين العرب كنادي بشكل عام، بقى علشان نقفل ملف المقاولين والاهلي ونتكلم شويه عن بطوله الدوري ونتكلم على افريقيا ايضا، هل حضرتك شايف ان ممكن نادي المقاولين العرب يوصل افريقيا زي ما الاجيال السابقه حققت ويقدر يعني يعيد اسم المقاولين افريقيا من تاني، ولا حضرتك شايف ان عالم الاحتراف والفلوس اللي بقت تدفع بشكل كبير ممكن تخلي فيه بعض الصعوبات اللي موجوده؟ والله سؤالك جميل. هو انا قلت للبشمهندس محمد عادل في حلقه من حلقاته في النادي عندنا، قلت له يا باشمهندس بعد النتائج الايجابيه الجميله دي ووصلنا للخامس، ده مؤشر بيخلينا نتوسم الخير في عماد النحاس وجهازه ان احنا نرجع افريقيا تاني. يعني حضرتك بتقول من الاخر لازم يكون في استقرار علشان خاطر نرجع تاني افريقيا في الجهاز الفني. ما انا بقول لحضرتك اهو، احنا توسمنا الخير كجيل مقاول عرب القديم او كان او كنادي مقاول عرب ككل، توسمنا الخير بعد النتائج الطيبه اللي حققها نادي مقاول عرب بقياده عماد وجهازه، توسمنا فيهم الخير ان احنا نرجع تاني افريقيا، لان احنا لو رجعنا افريقيا هنرجع جامدين جدا، لان احنا اسمنا الوقت في المقاول، اسمنا في افريقيا برضو له لينا باع في افريقيا،
يعني المقاولة العرب ليها باع وليها تاريخ طويل ومشرب في افريقيا. فصدقني المقاولة العرب ان رجعت افريقيا تاني خلاص مش جديده علينا. فكل اللعيبه دي حتى اللي لسه ما لعبتش قدام 100,000 و80,000 هتبتدي تخش عليها الجماهير تاني من جديد. فهتبتدي كله يبدع، كله عايز يعني، وعالم الاحتراف زي ما انت اتفضلت وسع السكه لكل اللعيبه. النهارده كل لعيب بيثبت ذاته، بس انا عايز كلعيب النهارده في مصر اثبت ذاتي بره. مش عايز اثبت ذاتي ان انا النهارده اروح الاهلي، اروح الاسماعيلي، اروح الاتحاد، لا. ده مش احتراف يا كابتن. الاحتراف الصح ان انت تثبت ذاتك انك تخرج بره. كل لعيب ما كانش عنده الطموح ده، انت حضرتك لسه جاي من اسبانيا قريب، تمام، شفت كم من الشغل هناك، او كم الاكاديميات، او كم التعليم، او كم كل الحاجات دي هناك عامله ازاي. كل لعيب عنده طموح ان انا اروح بره. اللعيب اللي عنده طموح ان السنه الجايه انا راح نادي الزمالك او النادي الاهلي سنه او سنتين وخلاص. صدقني هي دي حدودك، هي دي امكانياتك. لازم يكون محمد صلاح بقى رمز لينا، بقى علم بالنسبه لنا ان احنا عايزين نوصل للتارجت ده نروح له. فبالتالي يا كابتن الاحتراف ده مش ان انا اروح الاسماعيلي واروح المقاولين واروح الاهلي والكلام ده، هي دي بس طموحاتك؟ ما انت ممكن النهارده احنا بنتكلم كمان طموحات على المستوى الدولي، ان انت تكون لاعب مؤثر في منتخب مصر، أيوة، في بطوله افريقيا، تبقى يعني عندنا امثله كتيره جدا. انت هتحترف بره على ضوء ايه؟ انك وصلت من النادي للمنتخب ومن المنتخب لبره. هو كل اللعيبه الافارقه دي اللي هي جايه مع فرقها، كل اللعيبه الافارقه دي، منتخب فرنسا كسب كاس العالم، كسب كاس افريقيا يا كابتن، كل اللعيبه دي بتلعب في فرنسا، اللعيبه الجزائريين دي في فرنسا كلها، توانسه في فرنسا، المغاربه في فرنسا. فبالتالي انا النهارده يا كابتن منتخب مصر هو ده بيتك، هو ده بابك للاحتراف. طب هل الكابتن جمال لما اتكلم مع الباشمهندس محمد عادل او اتكلم مع المسؤولين في نادي المقاولين، هل ممكن حصل مناقشه في ان المقاولين دايما بيطلع اسامي زي مظهر عبد الرحمن، عبد الستار صبري، محمد النني، محمد صلاح، كل دول خرجوا بره مصر عن طريق نادي المقاولين؟ هل نادي المقاولين بيفكر ان هو في الفتره اللي جايه يركز على النقطه دي ويركز على الحته دي تحديدا، ان هو يبدا يركز في قطاع الناشئين كويس، ويبدا ان هو يطلع اللعيبه اللي شايف فيها مستقبل، ويبدا يتعاون خارجيا، ولا لسه الموضوع احنا يعني ما حصلش فيه تطوير، ما حصلش فيه اي نقاش او حتى طرح افكار؟ المهندس محمد عادل مركز على الموضوع دوت من 5 سنين. من 5 سنين ان احنا لازم نعمل محمد صلاح جديد، لازم يبقى عندنا 2-3 لعيبه بره. اللي حصل السنه دي والاستقرار والهدوء والتجانس والالفه ولاعيبه النادي القديمه في ظل رجوع محمد رضوان، قطاع الناشئين برئاسته ورئيسه، الهدوء، الاستقرار، دي عوامل النجاح السنه دي في المقاولة العرب. صدقني دي الحاجه الجميله اللي اتعملت يعني، وهتحس يعني السنه دي هتحس ناس كتير او الجمهور الرياضي او الشعب المصري الكبير هيحس ان شاء الرحمن بكام ولد هيطلعوا من القطاع للفريق الاول. وعندك السنه دي ان شاء الرحمن كل الولاد اللي صعدت في الفترة اللي فاتت مع اللي هيصعدوا الفترة الجاية دي، احنا مش هنجيب لعيبة تاني من بره. وده 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 يمكن دي الحاجة اللي هتميز نادي المقاولة العرب السنين الجاية، قطاع الناشئين، لأن في عهد وفي وعد من الباشمهندس محسن صلاح، باشمهندس محمد عادل المشرف، كابتن محمد رضوان مدير قطاع الناشئين، إن احنا مش هنحتاج حد من بره السنة دي خلاص. يعني يتم الاعتماد على اولاد نادي الغار. لا، وكمان حاجه، خلاص بقى ما فيش 40 لعيب هنا و30 لعيب هنا و50 لعيب هنا، ما فيش الكلام دوت. المدرب هيشتغل على حاجه معينه، انت عندك 18 لعيب واثنين حراس، تشتغل عليهم طول السنه، عايز من كل دول 2 لعيبه، عايز من كل دول لعيب. ايه الفوارغ عندك يا باشمهندس فوق؟ دي بقى بين الباشمهندس والكابتن رضوان، ده التجانس بقى، ده علاقه الوصل بين عماد ورضوان. طيب رأي كابتن جمال في بطولة الدوري العام هذا الموسم بالشكل الغريب اللي احنا شفناه؟ بطولة اعتقد يمكن استثنائية زي ما قالوا. لا يعني بلاش نقول استثنائية. دي حاجة بتنرفزني بصراحة. هو دوري. او هم بيقولوا استثنائية. هي ده هو دوري. او هم كانوا بيقولوا استثنائية. هو دوري. رأي كابتن اسلام الشاطر. طيب كابتن جمال، البطولة الموسم ده هل حضرتك شايف ان هي بطولة قوية؟ هل شايف حضرتك راضي عنها؟ هل شايف ان البطولة يعني تستحق
اللي عايز اقول لحضرتك المنافسه الشرسه اللي موجوده في كل شيء في القمه وفي القاع ما بين انديه كتيره جدا، هل حضرتك لو قيمتها تقول عليها ايه؟ انت عارف انا الحمد لله ما بتكلم الحمد لله انا ما بخافش بس مين. بقول الحقيقه. قول الحقيقه يا كابتن جمال. والحقيقه ما بتزعلش. على حسب. الحقيقه ما بتزعلش. انت النهارده لو عندك دوري قوي السنه اللي فاتت دي كان هيبقى عندك منتخب قوي. طيب دي أمانة. طب هل ممكن حضرتك شايف ان طيب تعال نروح طيب تعال نروح لتليفون مهم جدا مع واحد من نجوم نادي المقاولين العرب، كابتن محمد عبد السميع نجم نجوم نادي المقاولين. كابتن محمد برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا عمر، الله يخليك يا حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ منورنا يا كابتن في قناه الاهلي. الله يخليك، اهلا وسهلا بيك يا حبيبي وربنا يبارك لك. سلام الكابتن الكبير والنجم كابتن جمال سالم لحضرتك. سلامي للكابتن جمال وبالقناه الاهلي والناس الحلوين كلهم يعني. كابتن محمد بنتكلم على ماتش المقاولين والاهلي اللي هيكون بكره ان شاء الله، واتكلمنا فنيا واتكلمنا على تاريخ مواجهات الفريقين، اكيد عند حضرتك ذكريات يعني فاكرها كتير تخص مباراه الاهلي والمقاولين تحديدا. والله يا كابتن هي كل المباريات بتاعه النادي الاهلي الحقيقه يعني من الذكريات الجميلة وبتبقى يعني منافسة شريفة وطيبة وحاجة جميلة ما شاء الله يعني دايما يعني. كابتن محمد شايف المباراة بكرة هتبقى عاملة ازاي؟ هل حضرتك شايف، احنا اتكلمنا فنيا قلنا هتبقى كابتن جمال قال تبقى مباراة مفتوحة، هل تتفق مع الكابتن جمال ولا ممكن يكون في بعض الحرص من فريق المقاولين في مباراة بكرة؟ والله هو من ناحية نادي المقاولين لازم يبقى فيه حرص، لأن النادي الأهلي طبعا ده بيلعب مباراة تفرق معاه كتير جدا ان هو يعني يبقى تقريبا ضمن البطوله يعني. فالنادي الاهلي هيبقى نازل بدون شك مهاجم بطريقه يعني شديده وكده، وهيبقى يعني بالنسبه له اللعب هجومي يعني بنسبه كبيره جدا طبعا. كابتن ده شيء متوقع، فنادي المقاولين لابد ان هو يبقى عنده حرص شويه في الحته دي، لانه طبعا النادي الاهلي قوه ضاربه وخصوصا لما يبقى عنده الدافع عالي جدا. بدون شك لازم المقاولين يبقى يعني عنده حته حرص، لان يعني بدون شك طبعا فرقه المقاولين الفتره دي طبعا ماشيه كويس جدا وفرقه كويسه، فلابد ان هم بس يعني يبقى في حرص في الاول، انما الماتش هيبقى مفتوح لان ده ماتش بطوله مش بس ماتش 3 بونت يعني. طيب كابتن محمد برضو عايز اعرف راي حضرتك وتقييم حضرتك للموسم الحالي لنادي المقاولين في بطوله الدوري، راي حضرتك فيه ايه؟ لا انا شايف ان هو موسم كويس، يمكن من افضل المواسم ليهم سواء يعني كنتيجه واداء يعني. الحقيقه يعني عاملين مباريات كويسه جدا، وبرضو طالع شباب كويس جدا من نادي المقاولين العرب، وده نجاح لقطاع الناشئين في النادي وغير اللي باعوا كمان يعني، كمان ناس كمان مشيت من النادي وطبعا بمبالغ كويسه. انا عايز اقول لحضرتك من ناحيه الموسم موسم كويس جدا للجهاز ليهم الحقيقه يعني يتحسب لهم، واعتقد ان السنين اللي جايه هيبقى في فرقه كويسه ومحترمه جدا للنادي المقاولين العرب ان شاء الله يعني. ذكريات الكابتن محمد عبد السميع مع كابتن جمال سالم، تحكي لنا شويه كواليس كده. ده ذكرياته جميله، ده احنا طول الوقت بنتصل الساعة 3 بالليل ويقول لي آخر نكتة وحاجات جميلة. كابتن جمال دمه خفيف جدا، دمه خفيف جدا طبعاً. كابتن جمال من أجمل الشخصيات، وقعدنا كم موسم في الإمارات، والحقيقة يعني كنا على تواصل، وهو طول عمره إنسان كريم حبيبي وحاجة يعني قمة في الاحترام، ويعني ربنا يا رب يبارك له وإن شاء الله دايما كده مستقبل باهر لي إن شاء الله يعني. كابتن محمد إن شاء الله. اتفضل يا كابتن جمال. كابتن محمد عايز اقول لك على حاجه. اتفضل يا كابتن جمال. احنا في البدايه اتكلمنا انا وعمر، قلت له بكره ماتش الاهلي والمقاولين، الاهلي لا يحسم الدوري لا المقاولين ياجل الدوري، ايه راي حضرتك؟ الو ايوه معايا كابتن، اتفضل يا كابتن. عيد تاني يا كابتن جمال. بقول لحضرتك يا كابتن محمد، احنا اتفقنا انا وعمر في البدايه ان بكره ماتش الاهلي والمقاولين الاهلي لا يحسم الدوري بكره لا المقاولين العرب ياجل الدوري بكره في حاله فوز الزمالك على الاسماعيلي. بالظبط كده بالظبط. طيب يعني اذا في حالات كتيره يعني انت حضرتك هنا كابتن جمال، احنا هنا بنقول حالات كتيره، ان المقاولين
يأجل القرار حسم الدوري بالظبط، وان نادي الاسماعيلي يعني يبقى لقمة سائغة بالنسبة للزمالك. ودي يعني حالتين انا اعتقد ان النادي الاهلي مش هيعمل زي نادي الزمالك الحقيقة، لان هو اللي ساب الفرصة وهو اللي فرط الفرصة. فاعتقد ان نادي الاهلي يعي الدرس جيدا، لانه نادي عريق وزي ما نادي المقاولين نادي عريق. صح طبعا يا كابتن طبعا. انما نادي الاهلي بدون شك يعني يعي الدرس جيدا واحط 50 خط تحت جيدا دي، وارجو ان كل الحاجه بقى اللي اهم ان الكل يمسك اعصابه، لان المنظر اللي احنا شفناه في الماتش اللي فات ده حاجه اول امبارح. عايز اقول لحضرتك ماتش الزمالك والجونه مناظر انا ما شفتها في حياتي، ولا الواحد يحب يتفرج على كوره كده. ده لو بالطريقه دي الواحد يتفرج على اي دوري، ولا انه يتفرج على احنا الناس اللي بتلعب في الشارع ما بتعملش كده. طيب كابتن محمد، احنا يعني بنتكلم على بطوله الدوري، حضرتك جبت سيره بطوله الدوري، لكن عايز اروح لدوري الدرجه الثانيه، وحضرتك مدير فني فريق بترول اسيوط. طبعا عايز اعرف بقى، تكلمني عن بترول اسيوط والمنافسه الموسم القادم شايفها عامله ازاي؟ والله نادي بترول اسيوط من الانديه برضو العريقه هنا في الصعيد، ولها باع في الدوري الممتاز به او الدوري العام الممتاز الف يعني، ويعتبروا من الرواد في ان هم دخلوا دوري ممتاز. ونتمنى دلوقتي في سياسه كويسه في النادي، نتمنى انها تستمر تدعيما علشان ان شاء الله يبقى النادي يبقى يخش الدوري الممتاز تاني، او يرجع الدوري الممتاز تاني بمجهود ولاده الطيبين الكويسين المعقولين جدا ومجتهدين. وفي نفس الوقت نحاول يبقى مش بس دخول الدوري الممتاز، الاستمرارية دي اهم يعني. اعتقد ان دي محتاجة يعني دعم كمان من الادارة والشباب اللي يبقى موجود يؤمن بالهدف اللي هو بيسعى اليه، ويحاول باجتهاد من غير خناقات ومن غير مشاكل. يعني انا بحط 50 خط تحت الحتات، صحيح، في الاخر دي رياضة. احنا يعني احنا في ولد صغير بيتفرج علينا، اتفرج على لعيب دوري هو عمال بيجري بيمسك الكرة وبياخدها من واحد وبيجري ورا بعض وشلاليه، ده ايه ده؟ حاجة يعني ما حصلتش بصراحة. كابتن محمد عبد السميع، مدير فني بترول اسيوط ونجم نادي المقاولون العرب السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. بصراحة يعني مدير فني محترم وكلامه أيضا محترم، يعني راجل بيتكلم على السلوكيات وطبعا الأهلي والمقاولون طبعا. لكن أنا كابتن جمال بتكلم على كابتن محمد، كان حريص في كلامه على انه السلوكيات والاخلاقيات، السلوكيات والاخلاقيات علشان النشء اللي طالع، علشان الشباب اللي بيتفرج علينا يبقى دايما عنده هدف انه بيلعب كره القدم من اجل الامتاع، وان لعبه كره القدم او اي رياضه بدون سلوكيات واخلاقيات اعتقد ان هي مش هتكون ابدا رياضه. صح 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 صح. احنا الوقت يا كابتن انا قلت لك على 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 حاجه، يعني شكلنا يا كابتن، شكلنا يعني شكلنا واحنا الدوري شغال، شكلنا المدرجات فاضيه، منتخب مصر الملعب مليان، طب ليه الدوري ما يبقاش كده يا كابتن عمر؟ ليه؟ طب انا في حاجه ثانيه يا كابتن، انتوا يا كابتن علاقتكم، حضرتك تلعب في المقاولين، كابتن شريف بيلعب في الاهلي، لكن انتوا كنتوا اصحاب وحبايب في الملعب جداً. لا يمكن حد يهين حد جوه الملعب، ولا يمكن حد يقلل من حد، ولا ممكن حد يزعل حد، يعني حتى لو الفريق مغلوب او حتى لو الفريق متاخر بهدف، لكن كل واحد بيغير على فريقه، لكن في الاطار المطلوب. انت شوف قلت ايه حضرتك؟ بنلعب النادي الاهلي في كاس افريقيا ومحمود صالح جه 18. انا هديك بس تعليقا زي عربط الكلام اللي انت قلته ده، ده حاجه بسيطه عملها البيبو. بنلعب مع النادي الاهلي، محمود صالح دخل فيا جامد، فانا صعب عليا ان لقيت محمود من غير الكوره عايز يروح على الكورنر، راح داخل فيا بصدره كده، راح داخل فيا، رحت واقع، فرحت رايح ما خدش حقك وهو طالع من هنا. لا والله العظيم يا عمر انا بكلمك بالامانه، رحت داخل على الخط كده لقيت البيبو على ال 18، بقول له بيبو محمود صالح من غير الكره، والله العظيم ثلاثه نادالهم السنتر، قال لي سلم على جمال سالم، سلم عليا يا كابتن. سلام. عايز ايه يا كابتن؟ سلام. اقسم بالله والنعمه دي زي ما بتكلم معاك. قلت له يا بيبو محمود صالح من غير الكوره ولسه ما اتلعبش، وصاب عنده ما رفعش حاجه وراح داخل فيها بصدره موقعني في الارض. والله العظيم ثلاثه خلصت الكوره، نادى محمود صالح سلم عليا في ال 18.
على خط النص والموضوع خلص ساعتها. لكن الكابتن جمال ما فكرش ان هو يقوم يرد له الضربه. لا 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 مفيش الكلام دوت يا كابتن. انا قلت لك واقع هي بربطها بكلامك. احنا ما كانش عندنا الكلام دوت. كنا ممكن نخبط في بعض نخبط في بعض وعادي نقوم نضحك ونهزر مفيش اي مشكله. كان يكون في حب وبالحب تعمل كل حاجه. هل كابتن جمال حضرتك شايف ان سيره او سيرتكم وانتم بطلين من وقت كبير لسه السيره موجوده ولسه يعني اسمائكم موجوده في كل حته ورمانا بسبب السلوكيات والاخلاقيات وحب الناس ليكم وحبنا لبعضينا؟ حب الناس ده شيء وحبنا احنا لبعضينا ده شيء تاني. يعني احنا ما بنتقابل في فرح في عزا في اي شيء بناخد بعض بالحضن اكننا يعني اتنين ما شافوش بعض من فتره طويله. فده الحب بنفسه ده الحب بذاته. فبالتالي يا كابتن عمر دي حاجات جميله. السلوكيات بتاعتنا هي اللي اثرت فينا لحد دلوقتي ان احنا على علاقه طيبه ببعض ان احنا على علاقه جميله ببعض لحد وقتنا هذا. يعني كلنا على حضرتك على تواصل من او مع مين من نجوم النادي الاهلي؟ مين من نجوم النادي الاهلي حضرتك ممكن تكون على تواصل معاهم بتكلموا؟ هل في من وقت للتاني حدا كده ممكن يعني تكلم حد تسلم عليه؟ يعني انا كابتن هقول لك على حاجه. قابلت مين اخر مره؟ قابلت ربيع في الاتحاد ادي واحده. ده قاعد على طول هناك. قابلته يمشي. قابلته هناك سلم عليا وكده. طاهر ابو زيد من الشخصيات الجميله برضو. حبيب ابو محمد طبعا. مجدي طبعا. عبد الغني شوبير كلنا اصحاب في بعض كلنا كل الاتحاد. نعم كل اتحاد الكوره. لا يعني لا مش كل مش قصدي والله. يعني انا بقول لك ان احنا على تواصل يعني مع بعض وفي واتساب وفي كل حاجه مع بعض. في نادي الزمالك انا على طول موجود. انا على طول في نادي الزمالك موجود هناك. كلهم حبايبي يا كابتن. من اول فوق لحد تحت. كابتن جمال انت كنت موجود في بطوله افريقيا مع فريق كونغو على ما اعتقد. كنت المشرف معاهم. كنت انا في اللجنه المنظمه. عايز اسال حضرتك على رايك في البطوله الافريقيه تنظيميا الاول وفنيا بعديها. تنظيميا احنا نجحنا نجاح كبير جدا. ولم نتوج بالبطوله. يعني ده تنظيميا. تنظيميا شايف ان مصر نجحت. نجحنا نجاح باهر. كام من 10 يا كابتن؟ يعني عشان ما نظلمش ونقول في فتوات احنا 9.5 من 10 نجحنا. مش 11 من 10؟ لا اقول 10 من 10 مثلا. ما انا مش عايز اقول يعني ممكن تكون في حاجات بسيطه رتوش. انما احنا 10 على 10. الافتتاح والختام. اللي صعب علينا بقى الافتتاح والختام ان احنا بره البطوله. الافتتاح احنا كنا موجودين. ايوه. الختام ما كناش مش موجودين. ما انا بقول لحضرتك يعني في واحد بيقول لك ايه نجحنا تنظيميا وخرجنا من البطوله. ماشي. لا انا كان ممكن يعني الافتتاح جميل وكل حاجه وشويه شويه وعلى قدنا وخدنا البطوله. طب كل ده بيتلغى. فنيا البطوله شايفها ازاي في اول نظام ليها جديد 24 منتخب موجودين؟ فنيا البطوله نجحت. نجحت جدا. كابتن جمال شايف ان هي البطوله ووجود 24 فريق. هل حضرتك شايف 24 فريق ممكن ما يكونش فيه قوه زي ما 16 منتخب كانوا موجودين فيها قبل كده؟ ولا دي تجربه جديده؟ ما انت بتوصل لدور ال 16 برضو يا عمر. تمام. اللي قبل كده ما كانش فيها 16. انا كنت بخش 8 على طول. تمام. ماشي. انت اديت مجال ل 24 دوله يلعبوا. تمام. طلع عندك مدغشقر ما شاء الله. بنين اتطوروا. ناميبيا اتطوروا. مالي اتطوروا. الكونغو اللي انا كنت معاهم من الفرق الجامده. اوغندا ما شاء الله عليك. ادي 6 منتخبات من المنتخبات اللي اتطورت. اللي كنا مثلا نقول ايه اوغندا معانا حصاله، ناميبيا معانا حصاله، مالي معانا. لا يا كابتن ما فيش الكلام ده دلوقتي. شغل يا كابتن مدربين ولا شغل لعيب؟ شغل اداره. شغل اداره من الاتحاد نفسه بتاع البلد. ده شغل اداره. انما المدرب لعيبه ادوات. انما ده شغل اداره تجهيز. اعداد. في استراتيجيه ماشي عليها البلد ماشي عليها. احنا كمان يا كابتن كان عندنا استراتيجيه وكان عندنا كل حاجه. بس استعداداتنا يا كابتن عمر في منتخب مصر النبادي ضعيفه. دي امانه. استعداداتنا كانت ضعيفه يا كابتن. استعداداتنا ماتشين قبل بطوله الامم وبتلعب دوري يا كابتن زي ما انت حضرتك اتفضلت. هل سالتني بتقول لي دوري قوي؟ لو دوري قوي كان عندنا منتخب قوي. طب يا كابتن انا عندي يعني حسبه دايما بحسبها مش عارف صح ولا غلط لكن اعتقد ان البعض اتفق معايا فيها ان التعدي يعني طول ما النادي الاهلي بعيد عن بطوله افريقيا المنتخب لا يتوج ببطوله افريقيا. هل حضرتك شايف ان برضو قوه المنتخب من قوه واستقرار النادي الاهلي؟
احنا اتفقنا الاول قلنا ايه يعني لحد 2010 كانت النجوم كتير بس كان معظم النجوم من الاهلي يعني ما اختلفناش منتخب مصر كان ما اختلفناش ومن نادي الزمالك برضه ومن نادي ومن الاسماعيلي تنساش حسني رب عبد ربه بيمثل اسماعيليه بحالها حمص بيمثل اسماعيليه بحالها لا كابتن في نجوم مش شرط الاهلي لا بس انا بتكلم تاريخيا ايوه تاريخيا ان مثلا لو قطبي الكره المصريه ما انت ما انا مش ممكن اقول لك مثلا ايه النادي الاهلي بس لا ونادي الزمالك الاهلي كابتن هو اللي هو انا معاك انا معاك النادي الاهلي فايق طبعا كل الاحترام والتقدير للزمالك طبعا يعني النادي الاهلي فايق اوكي منتخب مصر فايق النادي الاهلي عمل دروب ممكن يقول لك منتخب مصر لا في لعيبه تانية برضو ممكن تقف بس مع الوجود الايام الحاليه دي يا كابتن مفيش النجوم قلت النجوم انقرضت صدقني كابتن عمر انا بكلمك بالامانه طب انا اقول لك على حاجه يا كابتن احنا كابتن لو تم الاهتمام بالمنتخب ببعض اللعيبه اللي موجودين في المنتخب الاول ومنتخب الاولمبيا ومنتخب الشباب ايوه مع مدير فني محترم بالظبط اعتقد ان احنا يكون لنا شان محترم في افريقيا البدايه وهنرجع تاني اقوى من الاول بكتير البدايه امتى؟ انت قلت سؤال جميل البدايه امتى؟ اما تيجي انت هتكون دلوقتي منتخب يعني انا دلوقتي يا كابتن كنا متعشمين ومتوسمين الخير وممكن قلتها في كذا حلقه ان مستر اجيري كسر السن وعملته مداخله يمكن معاك انا في حلقه وكلمنا هاني رمزي انا وانت ايوه مظبوط في حلقه هنا اللي فاتت بس يا كابتن جمال عايز اقول لك على حاجه ان مستر اجيري كسر السن لكن كسر قواعد الاختيار يعني اي قواعد اختيار هو كسرها ليه في لعيبه مفروض كان يتم ضمها لكن احنا قلنا احنا كاعلاميين لازم نساند الراجل بعد اختياراته ومش هنحاسبه بعد البطوله وقلنا الخبره تمام عدم استدعاء رمضان صبحي لكهربا من الزمالك صالح جمعه عبد الله جمعه نتكلم على لعيبه كتيره كانت ممكن تفرق مع المنتخب حتى لو مش هتكون في البدايه تكون على مقاعد بدلاء عمرو السوليه في نص الملعب مظبوط فاحنا بنتكلم على انه كان في يعني بعض سوء الحظ في الاختيارات واعتقد ان حضرتك الاختيارات هي اهم شيء انت قلت حضرتك الاختيارات ماشي واحنا توسمنا الخير في الراجل يعني انا اعرف مستر اجيري من الامارات ماشي عمل فرقه في نادي الوحده من حديد تمام كسر السن من كام سنه يا كابتن؟ من 3-4 سنين طيب كابتن جمال للاسف الوقت مع حضرتك جري بسرعه جدا 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 لسه بدري يا عمر والله كابتن جمال عليا عايز اضمن حضرتك كمان ساعه بس طب ماشي عارف بس عندنا في حاجه قبل ما نختم انت يعني طرحت حاجه جميله طيب. ولازم نختمها بيها طب يلا كابتن جمال البدايه امتى البدايه؟ الناس اللي تحت مع الشوية اللي هم الشباب الاولمبي مع 3-4 لعيبه نعمل منتخب قوي قوي جدا صدقني البدايه امتى بس هي دي البدايه امتى هنعمل البدايه هقول لحضرتك بعد الحلقه ان شاء الله خلاص في الفاصل بقى المره الجايه بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن جمال شرفينا وعطينا كابتن جمال تسلم حبيبي يا ربي خليك والاهلي ان شاء الله في مباراه بكره يا كابتن ان شاء الرحمن حبيبي ومبارك للفائز ان شاء الله يا كابتن ربنا يكرم حضرتك كنا مع حضراتكم في الفقره الحواريه الثانيه مع الكابتن جمال سالم نشوفكم دايما على خير في الاهلي الليله تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته